نروح سريعا بقى للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي ونعرف برضه رايه في القرعه. تحياتي ليك يا كابتن سيد. دكتور سامي، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ وحشني كتير. الله يخليك حبيبي، تسلم يا رب. ببارك لك اولا على بطوله السوبر الافريقي، يعني ما شاء الله اداء اكثر من رائع. 2022 ايضا كان سنه سعيده على كل الاهلاويه، اثنين سوبر افريقي وبطوله دوري ابطال افريقيا. يا رب تبقى 2022، احنا لسه هنبدا فيها اهو. 2021 كانت الحمد لله كويسه، الحمد لله رب العالمين. فكويس يعني، كويس ان انت قلت يعني. 2022 عشان نبتديها مع بعض كده بانجازات وبطولات ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله.